المهم انا بقى ايه لما لقيته بيتكلم كده قمت شاخد فيه، قلت له انت بتكلمني ان ما اتعدلتش في الكلام هخزق عينيك. اه قايلك ايه بقى؟ لا ده انا كنت بقول في نفسي ده امين شرطي، امين شرطي. شفت الوليه سام لما اتخبلت ولبسها عفريت امه؟ شفت شكلها بقى عامل ازاي؟ شكلها خوف قوي الحقيقه. اعوذ بالله والتبي الله الاستاذ تحسين ده له الجنه انه مستحملها، يعني هيبقى له عذاب في الدنيا وعذاب في الاخره. انا شكلي يخوف يا مواكيس يا اولاد المواكيس؟ يبقى انتوا اللي قتلتوا بنتي. قتلنا ايه؟ انا هوريكوا النجوم في عز العصر مش الظهر. لا 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 يا وليه، انت هتلبسينا تهمي ولا هتلبسينا تهمي؟ ايه حاجه والله، ولا قتلنا حد ولا اي. انا هوريكوا يا مجرمين. الو انا هوريكوا. ايوه يا بوليس الشرطه. بوليس ايه؟ انا عرفت مين اللي قتل بنتي. العنوان 28 شارع. ياما هتودينا في داهيه كلنا. ياما اعملي معروف، ايه اللي بتعمليه ده؟ ايوه يا باشا لا مؤاخذه معلش انا اسف، مش اصل امي ست كبيره وتعبانه شويه معلش. ايه؟ مطعم البرنس؟ طيب متشكرين معلش احنا اسفين والله اسفين. المهم هيجوا ياخدوا المواكيس دول ولا لا؟ ياما ارحمينا شويه بقى يا. قلت لك سهام تايهه وشويه وهترجع. الله خدي ساكته بقى شويه، اعملي معروف، ايه اللي انت عاملاه فينا ده كله؟ طب ما دام الموضوع كده عائلي بالاذن احنا. يلا يا مروان يا ابني. باي باي. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. طيب يا كبد امك، ايدك بقى على 200 جنيه عشان عايز اشترك في الجيم.